اهلا وسهلا في قناة روكيمز. اليوم راح نلعب ساكورا. طبعا عملت العالة البيضة كأنه أول جناح. ولا ايش؟ اوكي. هو المشكلة الاشي المقرف بين الرجل الكبير انه لابس طاقية وما قدرت اعملها. اشوف اذا بقدر اسويها. ما بقدر خلاص. ايش بتسوي؟ ما بقدر اعملها ابيض، ما بعرف ليش هيك. بس ما حبوني ابدا. اوكي مش عارفة ليش. اوكي مش مشكلة، مش مشكلة عادي. هلا انا كنت اعمل يعني عيلة صغيرة، بدي اعرف تخليكم صغار. خلينا نكون صغار، بكون صغيرة مش اكبر. خلاص خلينا هيك صغار، ما بعرف هيك بحس احسن. بس انه لا، ما ببين انه انا امهم. طبعا انا هكون صغيرة. هذي ايش فيها؟ ايش فيها اذا كنت صغيرة؟ ايش فيها اذا كنت صغيرة؟ وات حاسة؟ لا بحس، لا بس بحس بس بنفس الوقت لا، ما اغير اشي هيك بحس. بس عادي بروح على وين كان كيك شوب. هذا ما بعرف متى، ما تعرفت انه في اشي اسمه تصغير؟ ما بعرف هذا الاشي لازم اعرفه. كيف عرفت انه في اشي بقدر اصغر في جسمي؟ لازم اعرف. بس ما علينا، مشكلة اصلا. شوف كيف شكلي وانا بمسك سلاح. لا رحت كيك شوب. هون ويت هون. ممكن هم زي نفسي اعرف كيف بقدر اعرف سرهم او اقتلهم او اذبحهم مثلا. كمان بدي اعرف ايش مخططين. نفسي اعرف بس حعيط. ما بعرف بحسهم هيك. ما حدا بده يعرف ايش بعمل انا. زي اذا طب هجرب انا اجي اقتلهم او اضرب المعلمه. المعلمه اذا ضربتوها بقتلوكم كلكم. بس ليش؟ ما بعرف. خلاص بدي اكون اصحابهم. بس انا اصحابهم، انا هقعد اكون اصحابهم. وفي لبس مثله؟ اوكي اظن في، بس ما علينا مش مشكله. يا جماعه ده لعب، حد بيحبني ليش؟ ليش هيك؟ ده لعب معكم. كيف تسوي هالحركة؟ اوكي مش مشكلة. ما علينا. اوكي عادي. طب افرض انا بدي اكون اصحابهم بس بقتلهم بنفس الوقت. اوكي بكون انا شريرة. بس مش مشكلة، ما انا هو اوكي بدي اقتلهم. بس انا ليش بدي اقتلهم؟ لاني بدي اعرف ايش ليش بقتلوني اذا انا قتلتهم. مش عدل. افرض انا قتلتك بالغلط، ايش فيها اذا قتلته بالغلط؟ ما فيها ابدا اشي. طب هسه نشوف. هجرب بهاد. اوكي اذا انا قتلته ما رح يصير اشي. بس اذا قتلت المعلمة لا بدخوني. طب اوكي عجيب. لا هعيد. وهتجرب اضرب ولد. اوكي بعدين هضرب الام. ايش الام؟ المعلمة. بحس هيك احسن. اوكي بيت كيك شوب. اوكي بروح هون. حوز انا ضربت، لازم يكون معي سلاح كمان. بيت نشوف. هجرب اضرب هون.
اوكي لا. طب اجرب اقتلها اموتها. بجرب. يب شفتوا يا جماعة. اوكي اوبس. هاي عم بموت، اني متت بس اني قتلت شي اسمه معلمة بيحبوها موت بشكل مش طبيعي. ليش ما بعرف، مش فاهمة يعني. اوكي طب هجرب انا اقتل حدا لو هقتله. لا بس انا اذا ضربته ما بموت، مش فاهمة ليش. صح عشان هيك ما بعمل اشي. طيب هروح على كيك شوب. اروح على كيك شوب هجرب بس اضرب واحد قدامهم نشوف شو بصير. نشوف اذا بقل شوي. اوكي واو انا اوكي انا قصرت. طيب مش مشكلة. لا اوكي بس انا جرب اقتلها واحد اموتها. اوكي انت هلا ضايلك تفي صح؟ ماشي. شوف ما يضل الموت وشو شو بصير. اوكي موتوا. اوف بقتل بعض. انا طالعة يا جماعة انا طالعة. لا بليز 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 لا. اوكي بعيد. لا بعيد. اوكي استنوا راح اعمل مرة ثانية بس راح اروح اطلع على طول على طول هطلع بالضبط. اوكي بعيد. اوكي بحاول اعمل لي خطة منيحة وما اتغابى. اوكي ما بدناش غباء. اوكي فانا هسه بروح اوكي ماشي. انا هلا اوكي لازم افكر. هروح عند الكيك شوب، هروح عند المنطقة وهقتلهم الاثنين المعلمين وعلى طول اطلع تشوف شو بصير. نشوف اذا حد بيموت عن جد. لازم اعرف ليش ما بيموتوا. لازم اعرف ليش ما بيموتوا هدول ليش. اوكي يلا بروح. روح هون. طيب طيب اوكي هقتلها بس نطفة حتى يعني لازم اموتها وتموت يعني تنام. اوكي طيب اكتفى وانتي كمان. اوكي قتلتها. ايوه تخ. اوكي بسم الله. اوبس اوكي اوبس اوكي مش مشكلة عادي. هو نحنا شوي صراحة سوينا غباء. اوكي راح استناهم يموتوا. اوكي عادي مش مشكلة. اوبس هلا بروح عند الكيك شوب اشوف شو صار. او هدول الاثنين لسه بيلعبوا. اوبس او ماي جاد.
اوكي، وبس بنشوفكم في الفيديو الجاي، باي.